يا مساء الجمال والسعادة والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. طبعا قبل اي حاجة عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا موجودة دلوقتي قدامكم على الشاشة، وكمان تقدروا تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. اول خبر معنا هو عن سيدة مصرية، طبعا هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه الفنانة لينا العرابي لفوزها بجائزة الموهبة الريادية بمعهد العالم العربي للتصميم. دكتورة مايا مرسي قالت إنها سعيدة وفخورة إن شركة مصرية ومصريات يحققوا الفوز المستحق ده. برافو يا لينا، برافو لينا العرابي على العمل على إحياء التراث المصري الأصيل. لينا قدوة ملهمة لكل البنات في إعادة إحياء التراث المصري بطرق فنية مبتكرة. بتمنى ليكي النجاح والتوفيق دايما. احنا كمان يا لينا بنهنيكي وفخورين بنجاحك جدا، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. بنبارك لك على كل خطوة نجاح جاية بإذن الله يا رب. يعني حاجة جميلة جدا جدا، كل يوم كل يوم الحمد لله عندنا ست بتحقق حاجة، وست بنتكلم عنها، بنتكلم عن إنجازها وبنبارك لها. الجائزة فازت بيها لينا العرابي عن شركة دون تناني اللي تأسست برئاسة عليا التناني، وهي علامة تجارية للأساس ودار تصميم بتهتم بكل تفاصيل الحرف المصرية الأصيلة. بتحاول باستمرار انها تخلي التصميم المصري مميز وموجود على الساحة العالمية، وده اللي واضح من تصاميم الشركة اللي مستوحى من تاريخ الفن المصري. تاني يا لينا بنقول لك مليون مبروك وفخورين بيكي، ودايما دايما في نجاح وفي تقدم وفي تفوق، ودايما الست المصرية رمز للإرادة القوية والنجاح والتقدم وإثبات الذات ويد العون، كل حاجة الست المصرية بتقدر إنها تبقى كل حاجة، وفي كل مجال بتقدر تسيب بصمة، وبصمة واضحة تبقى موجودة للتاريخ. وبما أننا بنتكلم عن المصريات وعظمة المصريات ونجاح خطوات المصريات، الخبر اللي معانا بعد كده عن تألق نجمات منتخب مصر للناشئات كرة القدم النسائية اللي فازوا على المنتخب المغربي في مباراتين وديتين على التوالي. أول مباراة جابوا فيها 3-1 والتانية 1-0، فطبعا أداء مشرف، وده كمان ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024. بناتنا قدموا أداء مميز جدا، وكانوا واضح سيطرتهم على المباراة بشكل كبير، وعلى طريقة نجم الكرة العالمي السابق روبرتو كارلوس، رودينا عبد الرسول خطفت جون، عملت جون هايل. طبعا رودينا عبد الرسول لاعبة نادي دلفي قدرت ان هي تحقق جون رائع، وطبعا الفوز على المنتخب المغربي بهدف عالمي في مباراة يوم السبت على استاد اسكندرية بعد شوطة صاروخية زي ما بقول لكم من نص الملعب، استقرت بقوة في مرمى حارسة المنتخب المغربي اللي قدم طبعا مباراة قوية، ومتصنف من بين أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية. تقريبا مقولة كمان ابن الوز عوام بتنطبق على منتخبنا النسائي أو منتخبنا للسيدات، لأنه بيضم بين صفوفه نور ابنة كابتن عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، واللي بتلعب في مركز الهجوم مع الفراعنة، كمان ليلى سيف زاهر نجلة الإعلامي الزميل الرياضي، طبعا كمان سيف زاهر. كمان الكرة النسائية في مصر نجحت في السنين اللي فاتت إنها تنتشر أكتر وتكون قاعدة جماهيرية كبيرة، طورت بشكل مختلف وملفت على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية. لاعبات كتير بيحترفوا دلوقتي في الدوريات الأوروبية، ومليون مليون مليون مبروك لمنتخبنا والبناتنا، عقبال الفوز بالبطولة يا رب. دايما كده مشرفينا في كل مكان ورافعين اسم مصر الغالية فوق فوق في السماء.
حاجة جميلة جدا جدا. وعايزين احنا كمان نبدأ بقى كستات نتابع منتخب السيدات بتاعنا ومنتخب بناتنا علشان خاطر نشجعهم، وكمان علشان خاطر نفهم احنا كمان شوية في الكورة، نحاول بقى نفهم في الكورة اهو برضو ممكن ينفعنا في حياتنا مع ازواجنا وقت ما بيتفرجوا على الماتشات بتاعتهم العادية. ولكن احنا لازم نشجع، لازم نشجع بناتنا، ولازم نكون معاهم، ولازم نتابع ونشوف هم بيحققوا نجاحات عاملة ازاي، ويمكن كمان تكون من الحاجات اللي احنا بنحس انها مختلفة على البنت، ولكن لا هم بينجحوا بيحققوا نجاحات كبيرة في على كل المستويات.